مرحبا بكم في عدد جديد محصتكم ولادنا تحت جناحنا. موضوع اليوم موضوع مهم، هو موضوع الحساسية التنفسية les allergies respiratoires، وكذلك نتكلموا على الربو عند الرضيع لاسم عند لو نوريسون. pour l'allergie respiratoire كاين نوعين اللي هما مهمين، يعني نلقاوهم بكثرة عند الأطفال. في الليل ما يرقدش بيان الطفل، دونك تتأثر على سا روتونتي على لا سكولاريتي دو لونفون. دوك عندنا دي زامبريمي، دوك عندنا دي زامبريمي نبعثوهم للبارون يعطونا كامل لي ديتاي تاع التلميذ، وحنا لازم نكونوا على درايه. حساسية. حصتكم ولادنا تحت جناحنا الموجهة للأولياء تجيكم هذه المرة بموضوع مهم، هو موضوع الحساسية التنفسية les allergies respiratoires. والله يعني موضوع الحساسية يومنا هذا زادت النسبة تاعو. بون اللي كان صغير على بالنا باللي عنده، مي واحد جي كريز دازم نلقاو ديجا الأهل نلقاهم في رعب. وقتاش عرفتوا باللي عنده لاسم؟ ما عرفناش مع الأول، حتى كي زاد باش نحولوا في السبيطار وقالوا لي باللي لازم نشدوا عندنا خطر عنده أزماتيك حادة في صدره. التصفات تقول لك يجي تقول لك صدره راه يصفر. دونك هذه سي اون برونكيوليت. واش ننصح الأمهات كاعنا؟ بون ما يخافوش من الدواء باسكو سي باساجي. تبعوا ولادكم كي يكونوا صغار وردوا بالكم عليهم، كي تشوفوا عندهم مشكل في التنفس ولا واش يقول لكم الطبيب الثاني لازم تتبعوا، لأن كي تتبعوا هذاك لو تريتمون هذاك العلاج هذاك وليدكم راح يبرى إن شاء الله، وحنا ماذا بنا تنزل الرحمة على كاع ولادنا. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا، وتقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا .com ولا صفحة فيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالصحة. من حق الطفولة صحة، علم وحب وحنان، لا مقبولة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان، نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب.